صباح الخير عن جديد لكل المشاهدين اللي تابعونا واللي عم يتابعونا عن جديد. أكيد قبل ما نكمل بصبحيتنا منوجه كل التعازي لوزير الإعلام زياد المكاري اللي توفت أمه ووالدته، ومنتوجه لكل عائلته ولكل أقاربه والأصدقاء كمان بأوجه التعازي أكيد من أسرة أحلى صباح وكل شاشة تلفزيون لبنان. منكمل صبحيتنا مع دكتور منى عقل عضو مجلس بلدية علي اللي رح تخبرنا عن معرض صيف علي اللي هو معرض عم بيكون من 19 ل 23 تموز وعم بيضم العديد من النشاطات. بونجور دكتور، كيفك؟ بونجور، كيفكم؟ سافا؟ اسمح لي أنا كمان عزيز للوزير أكيد. من جمعة كان عنا بعلي بتكريم أستاذ كميل عبد الله الله يرحمه الوالدة. أكيد الوزير زياد المكاري كتير نشيط وعم بيكون عم بيقوم بالعديد من النشاطات، فأكيد من ضمن صوتنا لصوتكم كمان. اليوم بدنا نحكي عن معرض صيف علي اللي هو كمان أحدى النشاطات اللي عم بتكون كمان بمنطقة علي وعم بتكون كمان من تنظيم مجلس بلدية علي. خبرينا أكثر كمان قبل ما نبلش نحكي عن المعرض عن مجلس بلدية علي والنشاطات اللي عم بيقوم فيها. نحن بالبلدية عنا مجلس بلدي ورئيس بلدية جدا نشطين، ونحن بأول الصيف وعدنا أنه رح تكون عنا صيفية مميزة. بقى لهيك إذا بتلاحظ النشاطات بعلي بلشت من حزيران، مش يعني اليوم في المعرض بكرة في شيء تاني، فبلشنا بنشاطات مثل يوم بيئي، يوم نظافة، كتير قصص عملناها تنوصل لليوم للمعرض. المعرض ببلش من 19 تموز ل 23 تموز. بهذا المعرض هو معرض إذا بدك لبناني بامتياز، لأنه في عارضين من كل المحافظات اللبنانية، في حرفيين، في تجار شيء خاصه بالهاند ميد، يعني كيف إذا أنت رايح على سوق كبير بتلاقي كل شيء، مثلاً تياب، أكسسوار، معرض يعني كامل. الأشخاص اللي شو ما بدها بتلاقي. صحيح، بس يمكن اللي بيميزه أنه هالمعرض فيه سكشن، يعني هو فاميلي، عم نستهدف العائلات. لهيك إذا أنت عندك أولادك تقدر تطلع أنت وأولادك، في سكشن ألعاب للأولاد، في مطاعم إذا أنت عبالك تاكل، وفيك ترجع تمشي بالمعرض تتسوق تاخذ الاشياء اللي انت عايزها. واصرينا انه يكون من العشرة صباحا ل 12 او حتى للوحدة بالليل، لحتى تنجي نقول للناس اذا حابين تطلعوا على علي اطلعوا زوروا علي، وزوروا مش بس المعرض، علي فيها كثير معالم سياحيه حلوه مثل السيمبوزيوم، مثل البلاكين. انت بتعرف انه علي اساسا لأبا عروس المصايف، وهي لطالما كانت نقطه تواصل لكتار، يعني في كان المحطه اللي كان يجمع كل الناس. يمكن هيدا بيرجع لموقع علي اللي هو نقطه وصل، يعني قريبه من بيروت، قريبه من كل المناطق، ولدرجه انه الكل بيعرف انه علي كانت مقر للرئيس الجمهوريه، وشارع بشارة الخوري كمان بعده موجود. وما بدنا نحكي عن بيسين علي واوتيل جبالي وقديش استضافوا فنانين قديما. هلا عم نشتغل بهيدي الطريقه، وبعد لقدام كمان في كثير نشاطات. اكيد اوقات كمان الارث تبع المنطقه يعني بضل هيك ذكرى حلوه فيها، بس الاشخاص بس تطلع انه تحس في محلات عندها يعني ذكرياتها موجودين بقلبها. وبعتقد علي يعني العديد من الاشخاص اللي ما بيعرفوها كمان لازم يتعرفوا عليها، لانه تاريخها كثير غني بهالمواضيع، وعندها كثير كمان اماكن اثريه، اماكن يمكن بالتاريخ موجوده ومطبوعه كمان اكثر واكثر. اليوم بس نحكي عن معرض صيف علي، مثل ما ذكرتي في العديد من المشاركين حرفيين وغيرها، من وين طلعت الفكره؟ هي الفكرة منا إذا بدك، ما بعرف إذا بكون عم بالغ إذا بقول إنه فكرة المهرجانات بلشت من علي قديما. ونحن معرض صيف علي هيدي تاني سنة بنعمله. السنة الماضية كان لمسافة 3.5 كيلومتر، السنة صار كيلومتر لأنه التجار بعلي حبوا إنه كلهم يكونوا موجودين ويشاركوا. وهو إذا بتلاحظ هيدا المعرض معمول بشارع الرئيسي لبلدية علي، يعني بنص السوق، لأنه تحت كل الناس تقدر توصل، لحتى تجار علي كمان بدورهم يقدروا يكونوا مشاركين بمحلاتهم. عم نجرب نخلق حركة اقتصادية. أنا بحب أقول أنه كمان هيدا المعرض له أكثر من هدف، مش بس هدف اقتصادي.
نحن دائما بالمعارض بيكون عندنا هدف انساني، فاذا بتلاحظوا يمكن بعد شوي بيقطع الفيديو، نحن بهذا المعرض اطلقنا حمله وجه لبنان الجميل اللي عم يشتغلها الشيخ كميل الريس، بيروح على المناطق اللبنانيه وبيصور المدينه او الضيعه وريع الفيديو بيرجع لمركز سرطان الاطفال. وكمان نحن كثير بنهتم بالشباب، يعني هيدا المعرض اذا بدي احكي عنه اللي هو باداره استاذ وسيم تماني، ولكن التنظيم كله لمجموعه من الشباب، نحن بعليه كثير بهمنا دور الشباب، ولهيك كمجلس بلدي وكرئيس بلديه عم نشتغل لتعزيز دور الشباب بالحياه اذا بدك الاجتماعيه او المشاركه مع البلديه. يعني نحن عنا لجنة شبابية هلأ عم تتدرب على المساءلة الاجتماعية وكيف منحط موازنة مشتركة مع البلدية. الشباب المعرض هني كمان لجنة اشتغلوا لهيدا المعرض، ومن خلالكم بدي أقول لهم يعطيهم ألف عافية، لأنه لولا جهودهم ولولا شغلهم على الأرض نحن ما كان فينا نكون بالمعرض وافتتحناه امبارح. أكيد نحن عم نشوف سوا البوستر تبع المعرض كمان لكل الأشخاص اللي بدهم يعرفوا تفاصيل أكثر. معرض صيف علي، ومثل ما ذكرت دكتور يعني يمكن الشباب هلأ بيتعلقوا أكثر بمنطقتهم بما أنه هني كمان عم يشتغلوا لها وعم بيكونوا يعني لجنة بارزة وعم بتقوم بقرارات وعم تقدر كمان تكون عم تتقدم لقدام وتقدم المنطقة كلها لقدام. بس نحكي عن معرض صيف علي، بنعرف أنه في العديد من المشاركين، ولكن مين أكثر أشخاص شاركوا بهالسنة؟ يعني قلت لنا كان نص كيلومتر صار كيلومتر، كل الأهالي إجوا، شو فرق عن هيديك السنة؟ هلأ كان نص كيلومتر يمكن صار شوي أكثر، لأنه في حوالي 180 عارض، وأنا بس أنه اللي بدي أقوله اللي فرق أنه ثقة الناس اللي كانوا مشاركين معنا سنة الماضي، لأنهم إجوا وانبسطوا واشتغلوا حبوا يرجعوا يكرروا التجربة معنا وزاد العدد. أهم شيء بالمعارض أنه العارض يكون جداً مرتاح. اليوم بالمعرض في مسرح وفي شو رح يكونوا على المسرح نهار جمعة سبت أحد، في عنا بيباند، في الأستاذ الفنان يوسف نادر، في مثلا بالافتتاح كان عندنا مليونز سمايل وفيوجن، ف يعني في كثير اشياء بتنعمل بالمعرض. اهم شيء بس معرض للاشخاص تروح اذا بدها تشتري اشياء او تكون عم بتشارك بهدول المواضيع، ولكن في كثير نشاطات ثانيه، وذكرت كمان للاولاد يعني في كثير اشياء تتضمن الاولاد. دكتور خلينا نشوف فيديو انا وياك ويعرفوا العالم اكثر هيك الاجواء تبع المعرض وبنرجع بنكمل. نحن من الناس اللي ما بنستسلم، نحن علينا عمين نحافظ على الأرض، على الترابات، علينا مضوية السنة هاي كلها. نحن هاي كمان دفعة للتجار ليكون محلتهم داخل المعرض، استندات بنص الطريق وسامحين كل شيء الكراسي وكل شيء يكون بالشارع العام. بدي اخلهم لاهل بلدي، الله يخلينا اياكم الكم جميعا. يعني شو حلو هيك، بنحس عن جد انه بالرغم من كل الصعوبات ومن رغم من كل شيء عم بيصير حوالينا، الشعب بده يعيش وبده يكون عم بيقضي وقت حلو كمان ويقدر يساعد بعض قد ما كان. معرض مثل هيدا دكتور قد ايه بيحرك العجله الاقتصاديه، ان كان للمنطقه بعلاي او ان كان للشعب كمان اللي ساكنين هنيك او كمان لكل البلد بشكل عام؟ هلا اكيد بحرك العجله الاقتصاديه، لانه اذا لاحظت بالفيديو اول شيء هيدا صوت رئيس البلديه استاذ وجدي مراد، بنوجه له تحيه أكيد. من خلالكم وكمان بدي وجه تحيه لكل حدا ساعد بهيدا المعرض، لكل حدا مرق وقال هيك يعطيكم العافيه ونحن هيك بدنا وهيدا. وعن جد بدي اتشكر كل اهالي وسكان علي وكل الزوار اللي اجوا واللي بعد رح يجوا، لانه نجاح هيدا المعرض بيعتمد كمان عليهم.
الحركة الاقتصادية أكيد، لأنه اليوم لما رح يجي في عندك عدد من الناس اللي رح يجوا يزوروا المعرض، يمكن لاحظتوا هيدا النهار الافتتاح، هيدا الفيديو معمول مبارح، فهيدا يوم الافتتاح. نحن بعد عنا اليوم وبكره وبعده، يعني خميس جمعه وسبت احد، يعني ويكند كمان. هلا اذا ما عارفين شو بدنا نعمل بالويكند، في عنا علي الوجهه اللي لازم نروح عليها كمان. صحيح. من معرض الصيف كمان بيخلص ب 23 تموز اذا الله راد، شو في من بعده؟ هلا في كثير نشاطات بعد المعرض، ما رح احكي عن كلهم، بس يمكن رح احكي عن نشاط، لانه نحن بالبلديه دائما مثل ما قلت بنركز على دور الشباب، وكمان في عنا لجنه شبابيه عم تشتغل لتعمل ماراثون يوم فرح بعلي ب 30 تموز. هذا الماراثون عم نقول عنوانه اذا بدك تشايلد بروتكشن، لانه اليوم في نوع من عمالة الأطفال، وفي فرح بيكون في طلاب وأي حدا بحب يشارك كمان أهلا وسهلا. رح منكون حاملين كوت إلى علاقة بالشايلد بروتكشن، رح نركض مسافة صغيرة، بعدين في كولر فاستيفل، بعدين كمان في عنا شو على المسرح، رح بيكون مشارك معنا صوت جميل جدا من The Voice Kids أيمن أمين، وكمان الفنان يوسف نادر. هيدا رح بيكون ب 30 تموز. يعني كمان من نشاط لنشاط، يعطيكم ألف عافية. دكتور، قد ايه أهمية هول النشاطات تتضوي على مسائل اجتماعية أو مشاكل اجتماعية، مثل مثلا التشايلد بروتكشن؟ يعني بنعمل أوقات نشاط أو بنعمل إيفنت كتير كبير تنضوي على مشكلة، قد ايه بتحسي هيدول الأنواع من النشاطات عن جد بيقدروا يضووا على هالمشاكل الاجتماعية؟ رح أقول لك، يمكن نحن عملنا بالمجلس البلدي عم يتوجه لهيدا، لأنه ليش عم نركز على دور الشباب؟ لأنه اليوم ضمن هاي الضائقة الاقتصادية الكبيرة، نحن في شقفة من المعرد ريعة بروحي ولا كمان لمساعدة تلاميذ جامعات، لأنه اليوم عن جد الوضع صعب. بس نحن إذا بدي أقول، مش بس نحن أولاد علي، بدي أقول نحن اللبنانية، كلنا تعودنا نخلق من الضعف قوة، كلنا تعودنا، مش تعودنا يعني، معنا ابتكاراتنا ما منرضخ. يعني الوضع صعب، رح نعمل أي شيء حتى نضل واقفين على إجرينا، نضل موجودين، نخلق فرح للناس، تجرب تساعدهم بطرق مختلفة، لأنه أهم شيء لما الناس بتحس أنك بتحبهم، أنك بتحترمهم، هن رح يوقفوا حدك مثل ما أنت واقف حدهم. وكتير مهم للشباب، وأنا بحب وجه رسالة للشباب، نحن عايزينكم، نحن بدنا شبابنا يبقوا معنا، يبقوا عنا، ما بدنا نكبر وحدنا، بدنا نكبر وشبابنا موجودين حدنا. اليوم لأنه الشباب بس يصير عمرهم 18-20، وأنت شاب وبتعرف، بيكون كل خلينا نشوف وين بدنا نسافر، وين بدنا نروح. لا، لبنان حقه أنه تبقوا تعطوا اللي بدكم إياه ببلدكم، حقكم أنتوا، حق أهلكم أنه تكونوا حدهم، تكبروا حدهم. هيدا العائلة اللبنانية ما بدنا نفقدها، وبدنا نخلق لهم سبب للشباب تيبقوا. فلما بتخلق لهم شباب، لما بتعطيهم فرص، رح يبقوا، رح يتعلقوا ب 100%. ويعني انا هلا قطع علي كثير وقت، ولكن حتى قبل الازمات يمكن اجى فرص كثير انه نقدر نسافر بعد ما تخرجنا والى ما هنالك، ولكن بالنهايه يمكن هلا اكثر من حال لوقت ثاني البلد بحاجه للشباب. صح. وبحاجه للقدرات اللي عم بيعطوها، والطريقه اللي عم تتصرف فيها بمجلس البلديه كمان عم تشركوا الشباب باتخاذ القرارات بكل شيء عم بيصير، وهذا بخليهم يحسوا انه منطقتنا او بلدنا بحاجه لنا، وبيخليهم يكونوا مندفعين كرمال يشتغلوا لبلدهم. بعتقد هيدا افضل طريقه كمان. خبرينا اكثر دكتور عن حمله وجه لبنان الجميل كمان اللي عم تشاركوا فيها، خبرينا. حمله وجه لبنان الجميل نحن ساهمنا باطلاقها، علما انه باي يعني باي مقابلات باي دائما بنحكي عنها، لانه كثير مهم تشتغل لمركز سرطان الاطفال. وانا بدي وجه تحيه للشيخ كميل اللي هو معتبرها قضيه، وهيدي قضيته، لهيك هو عم مستعد بيروح بيصور فيديو عن اي قريه اي مدينه لبنانيه، بيعطي الصوره الحلوه عن عن لبنان، وهيدا الفيديو بيروح ريعه كله لمركز سرطان الاطفال. وبدي اقول اليوم في كثير ناس صاروا بيتابعوا بيشوفوا جمال لبنان من خلال هالفيديوهات،
لبنان كتير حلو. مزبوط. وكتير حلو نجي نزور لبنان، نزور مش بس عليه، نزور عليه وكل المناطق اللبنانية. كل منطقة لبنانية عندها شيء بيميزها بجمالها. يمكن أكتر شيء بيميزنا نحن هو فعلا الشعب اللبناني، لأنه شعب مضياف وبحب يعني بحب الاستضافة. فلهيك بدي أرجع أقول نحن كلنا ناطرينكم ب 19 كان امبارح، بعد في 20 21 ل 23 تموز ناطرينكم تزوروا المعرض قد ما فينا نساعد الناس. هيدي فرصة للعارضين وللتجار تنقدر شوي نقول لهم ان شاء الله يكون هيدا المعرض على قد التطلعات ونقدر نساعد بهيدي الطريقة. اكيد، وبذات الوقت بنكون عم نقضي وقت حلو كمان مع عائلتنا مع اولادنا، بنكون عم نغير لهم جو ونغير جو نحن قلنا كمان. ومثل ما ذكرت دكتور، السياحه الداخليه مهمه كثير، يعني يمكن ما بنقدر دائما نروح على المناطق، ولكن خلينا نتعرف شوي على مناطق لبنانيه. كل منطقه لها ارثها، لها تاريخها، لها معالمها السياحيه الدينيه وغيرها، وبعتقد من حضاره لحضاره يعني بيتنقلوا كمان بالمناطق، فهذا شيء كثير حلو بلبنان مع انه لبنان صغير بالنهايه، ولكن هذا كمان فينا نستفيد منه كثير. دكتور بالختام يعني قبل ما نخلص، خبرينا كمان عن المساعدات الانسانيه اللي عم بتقوموا فيها كدور مجلس البلديه، ان كان من خلال النشاطات، ان كان كمان من كمساعدات ومبادرات اللي عم بيقوموا فيها الافراد الاشخاص العادي. نحن بعلاقه اذا بدك مثل كل المجتمعات اللبنانيه، نحن مجتمع هيك متكافل بنساعد بعض. فنحن بالموضوع الاجتماعي كثير اشتغلنا على الناس، وخاصه من وقت كورونا هيدا عملنا كثير مساعدات اجتماعيه، ولكن نحن بنحب نعمل المساعدات بطريقه تليق بالناس. يعني نحن بنساعد الناس بس بشرط نحن بنحترم الناس، مش يعني اذا بتلاحظ نحن ولا مره حطينا على الاعلام شو بنعمل كمساعدات اجتماعيه، علما انه بوقت الكورونا كان في عندنا كثير ناس ساعدوا بموضوع بالاكسجين، كان عندنا كثير جمعيات ساعدت بخبريات الحصص الغذائيه وغيرها، تضلوا يعني تضلوا الناس واقفه على اجريها. ويمكن في شيء تميزنا فيه كمجلس بلدي، انه يمكن كنا الوحيدين اللي عملنا مثل باريد، وكان عندنا ميوزك شو وقت الناس طلبنا منهم يقعدوا ببيوتهم، كان يمرق هال باريد او المهرجان يمرق بين الناس. اهتمينا بالناحيه النفسيه مش بس بالناحيه الصحيه للناس تضل مرتاحه، لانه انت لما بتكون لما بتخلق هيك شويه سعاده عند الناس هيدا كثير بقوي. فهيدا هدفنا، ونحن بنقول انه نحن ناس هيك بنحب التحدي، بنحب بنقول انه ما في شيء رح يوقفنا، نحن دائما ماشيين لقدام، دائما بنشوف الاشياء البوزيتيف، يعني بنشوف اذا بدك النص المليان من الكبايه ومش شيء ثاني. لهيك بدي ارجع كرر ونرجع اذا بدنا ننهي على معرض صيف عليه. اكيد. ونرجع نقول نحن ناطرين الزوار، وعليه بعرف انه كثير ناس بحبوها بحبوا يزوروها. هلا في فرصه تحت يطلعوا وينبسطوا يزوروا المعرض، وكمان هيك يزوروا المناطق اللي او المواقع الحلوه السياحيه بعليه. قد ايه حلو كمان يعني لما الانسان يحس انه ان كان مجلس بلديه او حل جهه ثانيه واقفه حده، قد ايه هو كمان بيوقف حده وبيعطي، وهذا شيء كثير حلو كمان. فلكل الاشخاص نرجع بنذكر معكم بعد ل 23 تموز بسوق علي التجاري والسياحي من الساعه 10 الصبح 12 وحده لا يخلص. صحيح. لا يخلص المعرض. اكيد في العديد من الاشياء الحرفيه، الاشياء التجار موجودين، كمان في مسرح وكثير نشاطات للاطفال، بتطلعوا بتقضوا نهار بتتعرفوا على المنطقه بتتعرفوا على عالم جديده، واكيد بتكونوا عم بتشجعوا كمان المنطقه والبلد ككل. هلا نسيت بباند عندهم نهار على المسرح، وهولي مجموعه شباب جداد كمان تحت نشجعهم. كثير حلو يعني اللي رح يطلع ويشوف بباند رح يكونوا نهار السبت. نهار الجمعة رح بيكون الأستاذ يوسف نادر الفنان. حلو كثير. رح يطلعوا عندهم شيء حلو تشجع هالجيل الشباب، صوتهم حلو، خريجين في منهم خريجين كونسيرفاتوار، فكمان هيدا شيء يعني موسيقى حلوة، أجواء حلوة كمان بالمعرض، بتوقعوا العالم كلها تكون عم بتشوف اشياء كثير حلوه وتستمتع بوقتها. وما تنسوا كمان ب 30 تموز ماراثون يوم الفرح
كرمال يكونوا كمان عم بيساعدوا قضية اجتماعية. ميرسي كتير إليك دكتور منى عقل عضو مجلس بلدية علي وكل العاملين كان رئيس البلدية الشباب الليجان وكل الأشخاص اللي عم بيقوموا بهالنشاطات. ميرسي كتير إليك لوجودك. ميرسي لكم وميرسي على استضافتكم وإن شاء الله خير. بالتوفيق إن شاء الله. صبحيتنا بتكمل ولكن بعد فاصل قصير.